تعمل امتداد الفلسفة اللي هو مركز دولي وعالمي لفن السماع الإنشاء والتأكيد على الشخصية المصرية. فبدأت بتكوين مرحلة أولى فرقة سماع للإنشاد الصوفي، وعملت ورشة اسمها المنشا الجولي، جولي أصوات. لم أكتفي، نزلت الأقاليم ويعني تقريبا غنيت أقاليم مصر، ولقيت أصوات رائعة التحقوا معانا في يوتيوب في أوضة الجولي، وعملنا أولى حفلات فرقة سماع للإنشاد الصوفي. الحالة التانية ان المشروع بتاعي مش كده، هو تأكيد على تفرد الشخصية المصرية سواء بقى التراث الإسلامي أو التراث القبطي. فأرسلت لقداسة البابا شنودة ان احنا نعمل مشروع خاص ب يعني رسالة السلام، احنا عاوزين مجموعة من الشمامسة ينضموا لنا. فرحب جدا وفتح حتى على المذكرة على البركة. الثانية كبرت، دخلنا بقى في مهرجان سماع. عاوز اقول لك الحمد لله لاقى نجاح كبير جدا على مدار 11 دورة، اصبح له مكانة ذريعة على مستوى العالم. الدول بتتسابق فعلا للمشاركة في هذا المهرجان. كرمنا رموز وشخصيات مصرية وعربية ودولية على مدار 170 دولة اشتركوا في مهرجان سماع. الإحصائية اتعملت في الدورات 11، كوننا وأنا كونت منتخب سماع، وده أول منتخب دولي على مستوى العالم في يعني في قلب القاهرة التاريخية في قلعة صلاح الدين الأهلي. اللهم صل وسلم وبارك.